معا نعرف الفرق. أنزل عليه هنا على أقوى من إله، وتأتي على في الغالب في العقوبات. فنزل أقوى من أنزل وعلى أقوى من إله. قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ففي الآية الكريمة تهديد، فقد قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان معك ملك يا محمد؟ لكي يشهد بصدقك ونسمع كلامه ونرى هيئته، وحينئذ نؤمن بك ونصدقك. فهم لا يريدون ملكا لا يرونه، وإنما يريدون ملكا يمشي معهم ويشاهدونه. فأنزل إليه تفيد الغاية، فليس فيها تهديد. فالله عز وجل عندما يقول في مرة لولا أنزل عليه ملك، ومرة أخرى لولا أنزل إليه ملك، نلاحظ أن السياق يختلف، وهناك فرق بين إليه وعليه، كما في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فهنا ليس فيها تهديد، ففي الآية الكريمة أخبر الله تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل، وإنما تعللوا بقولهم ما لهذا الرسول لا يأكل الطعام، يعنون بقولهم كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، ويمشي في الأسواق أي يتردد فيها وإليها طلبا للكسب والتجارة، ويقولون لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أي يقولون هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه. وهذا كما قال فرعون في قوله تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فكذلك قال هؤلاء الكافرون على السواء، تشابهت قلوبهم،